والله نقول لك انا هذه الحمله هذه اللي تاتي وبكل صراحه جات من استوديو تحليلي اللي اعتبره عباره عن مقهى ميت، يعني ما في حتى حياه، يعني ما تتهجم على اشخاص وعلى شخصيه الناس والناس اللي خدموا في الميدان، ماهوش الناس اللي جاوا من دائما في الميدان، موجودين في الميدان طيله سنوات وسنوات في العطاء. انا اقول واكرر، انا جزائري اصلي ثابت يؤتي اكله كل حين باذن ربه. عندما كنت في الفريق الوطني حقيقة تأثرت، لأن الفريق الوطني ولازم نحترم المدرب الوطني، نحترم حتى المساعد اللي يخدم، هذا فريق وطني صاحبي، جميع اللي يخدم الداخل نحترموه مهما كانت الكفاءة تاعو. ولكن عندما تطالب بعد ما تخرج من الفريق الوطني وتكمل هذه الحملة، نظن جات من الناس اللي ما يعرفوا حتى الملعب، ما يخرجوش من 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 من, من, من مكان العمل تاعهم. راني في الميدان نعمل دائما وندير النتيجة إن شاء الله، ونتكلم دائما كلمة طيبة، كلمة اللي نفيد بها ونشوف.